أهلا بكم. مع دخول الاشتباكات المسلحة في السودان أسبوعها الثاني، يتصاعد القلق من تداعياتها الأمنية والاقتصادية على دول الجوار، وخصوصا على مصر التي يعاني اقتصادها بالأساس من أزمة عميقة وتربطها بالسودان علاقات تجارية تمتد لعقود. ويتكدس مئات المدنيين النازحين من الحرب في الخرطوم على الحدود السودانية المصرية، وذلك بسبب تزايد أعداد الفارين من السودان، ما دفع السفير عبد القادر عبد الله القنصل العام للسفارة السودانية في أسوان لمناشدة السودانيين الراغبين في الخروج من العاصمة الخرطوم بالتوجه إلى الولايات والمدن الآمنة داخل السودان بدلا عن التوجه إلى مصر. فماذا تقول التوقعات بشأن الضرر الاقتصادي المتوقع جراء الاقتتال الدائر في السودان على مصر في ظل استمرار موجة النزوح هذه؟ للنقاش أرحب بضيوفي من القاهرة الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، رئيس تحرير مجلة أحوال مصرية، وأيضا نائب مدير، وأيضا أرحب بالدكتور شريف الخريبي باحث وخبير اقتصادي من القاهرة أيضا. أبدأ معك دكتور شريف، في البداية سؤالي هو: كيف تؤثر اشتباكات السودان على الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي تعاني منها مصر قبل اشتعال الصراع في السودان أساساً؟ هو بس اسمحي لي أن أنا أتحفظ على كلمة الأوضاع الاقتصادية المعقدة، لأن الأوضاع الاقتصادية في مصر هي الأوضاع اللي موجودة في كل دول العالم نتيجة لأزمتين عالميتين ورا بعض. عندنا أزمة كورونا، ثم العقوبات الغربية غير المسبوقة اللي بيعاقبوا بها العالم كله وليس روسيا. فمصر بتعاني زيها زي أي دولة، وبشوف أمريكا نفسها بتعاني، الغرب بيعاني، الكل بيعاني، باستثناء الدول اللي عندها مصادر زي البترول وحاجات زي كده، حتى هي نفسها يعني. دكتور شريف، أقصد أنه تبعات الاقتصادية بسبب موجة النزوح الكبيرة من السودان إلى مصر ستضيف تبعات اقتصادية وضغط على مصر، إضافة إلى ما كل يعاني منه الدول، يعني بالإضافة إلى مصر كما ذكرت الكثير من الدول عانت بسبب الأوضاع. تمام. طبعا النزوح، أو يعني نقدر نقول استضافة مصر للأشقاء السودانيين، لأن السودانيين ليس كلهم اللي بيجوا هما من نقدر نقول الفئات اللي ليس لها قوة مالية يعني كافية، لكن أنا أعرف أن مجموعة من الأسر والعائلات السودانية القوية ماديا جدا، جزء منهم وصل بالفعل والجزء الآخر في اتجاهه إلى مصر. مصر بتستضيف عبر الزمن حوالي 5 مليون سوداني بشكل دائم، وبالتالي إذا تم إضافة 2-3 مليون تانيين لن يؤثروا، بل بالعكس مصر دائما بتفتح أبوابها لكل العرب، فتحت للعراق، فتحت للكويت، فتحت للسوريين، فتحت للجميع. وبالتالي المشكلة الحقيقية هي طبعا حجم التبادل التجاري من مصر وبين السودان، هو للأسف في اتجاه واحد، يعني أغلبه من مصر إلى السودان، وهي سلع أغلبها سلع صناعية، والحمد لله وصلت إلى مستوى جيد ويمكن تصديرها. دكتور شريف، سوف نتحدث بعد قليل عن أهمية التبادل التجاري بين السودان ومصر، لكن الآن سوف أنتقل إلى الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب من القاهرة. سؤالي لك دكتور أيمن، حدثنا عن تداعيات قدوم موجة اللاجئين أو النازحين من السودان، وهل وضعت مصر خطة لاستقبال النازحين السودانيين؟ يعني طبيعة الحال المسألة ستكون ضابطة في عدد من الاتجاهات، ونتمنى في الحقيقة أنه لا يحدث تدفق كبير حتى يمكن يعني تنظيم عملية دخول إخواننا السودانيين إلى مصر وتهيئة الأجواء ليهم، خصوصا أن احنا عارفين أنه في الغالب العام القادمين من السودان يحتاجون إلى يعني احتياجات إغاثية كاملة.
فبالتالي وده سترتب عليه مجموعة من الإجراءات التنظيمية. يعني ما فيش شك أن مصر يعني لديها القدرة على استيعاب ذلك، ولكن في إطار المعقول أو في إطار المتوقع. يعني نأمل في الحقيقة أن الوضع في السودان يعني يستقر، وألا يعني يتعرض الشعب السوداني إلى مزيد من المعاناة. لكن طبعا التوقعات في التدفق باتجاه مصر تحديدا سيكون أكثر من أي دولة من دول الجوار الأخرى، أولا لحالة الترحاب الشعبي والمجتمعي. صحيح. اللي أعتقد بنرصدها على السوشيال ميديا، أيضا لأنه في وجود ما يقرب من 5 مليون سوداني في مصر بالفعل، وبالتالي لو طيب دكتور أيمن، حتى الآن مطلوب من السودانيين الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر؟ مطلوب للشباب اللي هم في سن 18 لغاية 60 سنة، لكن أكثر من 60 بيخشوا بشكل عادي، الأطفال والسيدات أيضا بيخشوا بشكل عادي. فبالتالي هو المسألة هنا في الحقيقة هي فكرة التنظيم. يعني ما فيش شك أنه في ضغوط معيشية ستترتب على ذلك في مصر، بالإضافة للضغوط الاقتصادية اللي حضرتكم أشرتوا ليها، في أيضا ضغوط مجتمعية. لكن القضية الفيصلية هنا في الحقيقة في ضخامة الأعداد المتوقعة المتدفقة. مسألة تنظيم دخولها أعتقد هي دي التحدي، وأعتقد أن السلطات المصرية في الحقيقة لديها الإمكانيات، لكن نحن نتحدث عن تنظيم وتسهيل عملية الدخول بحيث لا تتسبب في مزيد من المعاناة التي يعاني منها من يلجأ إلى الحدود أو يفر من العنف في السودان. فبالتالي هنا يعني كيف يمكن تنظيمها، هو ده الحقيقة النقطة الفيصلية. التداعيات ده ما فيش شك انه فيها تبقى في تداعيات اقتصادية مرتبطة بالظروف المعيشية، ايضا في الضغوط على المجال الصحي ايضا سيكون لها يعني تأثير. الجزء يعني التوزيع نفسه، التركز بتاع يعني إخواننا السودانيين في مصر، ما في شك انه يعني بيرتكزوا في العاصمه او ضواحي العاصمه، ايضا ده بيعمل ايضا نوع من يعني الضغوط على بعض المرافق وبعض الاماكن اللي موجوده في القاهره. لكن ده كله في الحياه زي ما بقول يعني لا يمثل في الحقيقة ضغوط على المشاعر أو قدر الترحاب اللي والمسؤولية اللي بيشعرها غالبية الشعب المصري تجاه الشعب السوداني. يعني حضرتك عارفة التاريخ وعارفة إن إحنا يعني شعب واحد في الحقيقة في وادي النيل، وده في الحقيقة اللي هو يعني يمثل جزء أصيل في شخصية الشخصية المصرية واتجاه كل الدول العربية، وعندنا العديد من الجاليات والعديد من المواطنين العرب يعيشون بيننا. يعني التقديرات تشير إلى ما يقرب من 12 مليون نعم. عربي واضح دكتور أيمن. ابقى معي سوف أنتقل إلى الدكتور شريف. دكتور شريف، هل تستطيع مصر وحدها تحمل تكاليف ونفقات الوافدين السودانيين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تحدثنا عنها، أم على المجتمع الدولي دعمها؟ أنا بتصور أن مصر في كل ما حدث، كل المواقف السابقة لم تطلب دعم مجتمع دولي أو غيره. وبالنسبة للسودانيين بالذات احنا بنعتبرهم في وجودهم هنا، انا مش عايز اقول لحضرتك ان كثير من اصدقائي وهم عارفين، لان انا بعمل في السودان وليا الشرف
ان انا في السودان بقالي اكتر من 17 سنه ومستثمر هناك في اكثر من مجال، وبالتالي عارفين علاقتي بالسودان، ابتدوا يتواصلوا معايا، منهم اللي بيقول انا عندي شقه فاضيه ممكن تاخد اسرتين، منهم اللي يعني استيعاب الاعداد اللي هتيجي من السودان الى مصر هتكون ميسره، زي ما حدث لما ايام مشكله الكويت وجوم، وايام مشكله العراق وجوم، وايام مشكله اليمن وموجودين، مشكله ليبيا موجودين، مشكله سوريا صحيح يعيش الكثير من السوريين في مصر. حقيقي للعرب. أنا بس عايز أقول حاجة بعد إذن حضرتك بالنسبة لهذا الموضوع، إن إحنا النهاردة إحنا بنبحث عن، لكن لماذا لا نبحث عن مسببات المشكلة؟ يعني العالم كله بيتكلم على طرفين، بالرغم إن هو المفروض الحديث يكون مع الحكومة الشرعية للدولة السودانية اللي هو المجلس السيادي. إذا كانت الحكومة الشرعية تحدثت عن الدعم السريع أنه المتمردين، يجب أن لا يتم التواصل معهم نهائيا. وللأسف الشديد هناك بعض الدول بعينها ومنها عربي بكل أسف بتتعامل مع هذه العصابات، وبالتالي هناك علامات استفهام كبيرة في هذا الشأن. فيجب واحنا بنقول ازاي هنستوعب، لا نتكلم الاول ما هي مسببات المشكله، لماذا لم يتم عقد اجتماع قمه عربي الان لمنع اليد النهارده من امريكا عايزه تتدخل، بريطانيا وتدخلوا خلال السنين اللي فاتت في منتهى الخبث، وايضا الكيان الاسرائيلي وبعض الدول العربيه. فكل ده لازم يعالج، علشان هذه أنا متأكد وعلى يقين أن الجيش السوداني الآن بيحقق على الأرض انتصارات حقيقية وبيكسب كل يوم أرضية. نعم دكتور، دكتور شريف، نعود إلى الجانب الاقتصادي. قالت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني أن التوترات الأمنية في السودان ستكون لها تبعات سلبية على تصنيف دول الجوار في حال استمرار هذا الصراع. ما رأيك بهذا الإعلان من قبل وكالة موديز؟ اللي أنا بأشارك فيها أن موديز وغيرها ما هي إلا مؤسسات غربية، اللي بيرضى عنه الغرب بيرفع التصنيف، اللي بيرضاش عنه الغرب بيقلل التصنيف. لكن اللي أنا بقوله، إحنا كمصر الآن عندنا أقوى بنية تحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا. هناك حصل مشاكل، زي ما أنا قلت المشاكل دي نتجت من المشاكل اللي ضربت العالم كله بسبب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها اللي عايشين يعاقبوا روسيا، عاقبوا العالم كله، وبالتالي دائما قالوا إلى زوال مصر. تسير الحمد لله بخطوة ثابتة نحو حل جميع المشكلات المرتبطة بالنتائج السلبية لهذه الأزمة، وبالتالي فلن يكون، أنا لا أحترم التقارير المسيفة، التقارير الاقتصادية المسيفة، ولا أعلق عليها. نعم، ابقى معي ضيفي الدكتور شريف، وأيضا من القاهرة الدكتور أيمن عبد الوهاب. سوف نذهب إلى فاصل قصير ونعود لاستكمال هذا النقاش، ابقوا معنا مشاهدينا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى فقرة الرأي، رأيكم سنة متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. السؤال التالي: هل ترغب في التطوع للمساعدة في استقبال النازحين السودانيين في بلدك عبر استضافتهم في المنزل أو توفير الاحتياجات الأساسية لهم؟ جاءت الإجابات على نحو التالي: 85% قالوا نعم، و 15% قالوا لا. أعود إلى ضيوفي من القاهرة الدكتور شريف الخريبي، الباحث والخبير الاقتصادي، وكان معنا أو ما زال معنا الدكتور أيمن عبد الوهاب، رئيس تحرير مجلة أحوال مصرية.
أبدأ معك من جديد دكتور أيمن. السيد عبد الوهاب، تحدثنا عن هذا الاستطلاع للرأي الذي أجريناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 85% نسبة كبيرة تتعاطف مع الشعب السوداني، ما رأيك؟ يعني أكيد ده شعور طبيعي في هذا الوقت، يعني ما فيش شك إن العلاقات بين الشعوب العربية، هناك كمية كبيرة ومساحة كبيرة من التعاطف، وتظهر في أوقات الأزمات بشكل كبير. عايز أقول كمان إنه في الحقيقة إنه الأجيال الشابة، العديد من استطلاعات الرأي توضح اقتناعهم ورؤيتهم لفكرة التطوع بشكل كبير، وبالتالي التغير الاجتماعي لو حطينا فيه البعد العاطفي والبعد الثقافة العربية والبعد العروبي مع التغير ثقافة الأجيال، أعتقد ده في الحقيقة يتوافق إلى حد كبير مع النتيجة التي طرحتها حضرتك. ايضا ما فيش شك انه يعني انه حاله التضامن وحاله التكاتف يعني امر جيد، لكنه تحتاج الى تنظيم، لانه مساله المشاعر والشعور فقط لا تكفي في مثل هذه الحالات. نحن نحتاج الى اداره محترفه من جانب المنظمات الاغاثيه ومن جانب الحكومات لإدارة أزمة اللاجئين أو المتدفقين من السودان، للتعامل معها باحترافية عالية زي ما قلنا، لأنه الاحتياجات يعني بتبقى كبيرة جدا، الأعداد بتبقى غير متوقعة، فبالتالي هنا كيف يمكن أن تدار هذه الأزمات، كيف يمكن أن يكون هناك، وحضرتك أشرتي لفكرة المسؤولية الدولية، في الحقيقة هو لا تحتاج إلى طلب من جانب مصر أو من غيرها من الدول، لكن هناك مسؤولية دولية تجاه هذه الأحداث، لابد أن تتكاتف أو يتكاتف الرأي العام العالمي لتخفيف حجم المعاناة، سواء كانت على الشعب السوداني أو غيرها من الشعوب التي تعاني من ويلات العنف والحروب وحالات عدم الاستقرار. فبالتالي هنا مسألة إدارة الأزمات وتعميق مفهوم الإغاثة، ودي في الحقيقة فرصة إنه إن أنا أحط في الحقيقة عدد من النقاط حوالين مسألة إنه المجتمع المدني العربي لابد أن يدفع نحو تعميق مفهوم الإغاثة بالمعنى الحقيقي. نحن لدينا منظمات إغاثية، لدينا منظمات أهلية تساعد وتقدم المساعدات، لكن المفهوم الإغاثي مفهوم أعمق وأوسع، يحتاج إلى متخصصين، يحتاج إلى إدارة دكتور أيمن، يحتاج إلى تقسيم مراحل. سوف أنتقل إلى الدكتور شريف. دكتور شريف، السودان يعد بوابة لنفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق دول حوض النيل وشرق أفريقيا أيضا، كيف سيتأثر حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ كنت في بداية حديثنا تحدثت جزء بسيط، لو تحدثنا بتفصيل أكثر. هل تسمعني دكتور شريف؟ أعود لك دكتور أيمن. السيد بنفس السؤال، سوف يتأثر حجم التبادل التجاري بين البلدين بما أن السودان هو بوابة لنفاذ الصادرات المصرية؟ ما فيش شك أنه يعني أن حجم التبادل التجاري تقريبا يقترب إلى 10% لدى الدولتين، ما فيش شك أنه ستتأثر حركة التجارة، وبالفعل هي ابتدت تتأثر ونلحظها بشكل كبير. مسألة عدم الاستقرار التي تمر بها السودان الآن لا يجعل هناك فرصة لمسألة التبادل أو لتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع السوداني. نتمنى ألا تطول هذه المرحلة حتى يمكن أن تتخفف الأعباء الاقتصادية والاستنزاف الذي يتعرض له السودان
من خلال استنزافه لموارده وقبل موارده استنزافه للبشر وحالة الترويع التي تعيشها العديد من يعني مكونات المجتمع السوداني. الجزء الاقتصادي ما فيش شك انه سيتأثر بشكل كبير جدا وتقريبا شبه متوقف الآن. الجزء التجاري ونحن نعرف أيضا أن حركة التجارة هنا لا تعتمد فقط على الأشخاص على الدول أو الحكومات فقط، لكن أيضا على رجال الأعمال وعلى مستوى الأشخاص، حتى الحركة البسيطة هذه أيضا ستتوقف. فبالتالي التأثير في الحقيقة تأثير ممتد على الجزء التجاري وعلى الجزء الاقتصادي. دكتور أيمن، سؤال آخر لك، هل يمكن أن تطلب مصر مساعدة دولية من أجل إغاثة اللاجئين السودانيين في مصر؟ يعني الأمر زي ما قلت لحضرتك لا يتطلب تساؤل يعني أو طلب من مصر، العالم يشهد الواقع الآن، مصر ستقوم بما تستطيع أن تقدمه، لكن أيضا المجتمع الدولي مسؤول ويجب أن يبادر ويجب أن يقدم المساعدات التي تكفل يعني توفير قدر من الإغاثة وقدر من الراحة للقادمين من السودان للتخفيف عنهم نفسيا واحتياجيا. فبالتالي الدولة المصرية دولة كبيرة تتحمل مسؤولياتها وخاصة تجاه الشعب السوداني، لكن زي ما قلت الأمر يعني يتجاوز قدرات الدول. أيضا الوعي المجتمعي أيضا يحتاج إلى استيعاب حالة التدفق الكبيرة. ده أمر كله أعتقد أنه المجتمع المصري مع الدولة المصرية واضح. دكتور كالعادة أيمن، أعود إلى الدكتور شريف من جديد. دكتور شريف، هل ستتأثر جودة الأصول لبنوك تنمية متعددة الأطراف التي تركز قروضها في تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا ومصر نتيجة الصراع في السودان برأيك؟ يعني هذه البنوك بطبيعة عملها هي بنوك كل ما تقدمه من خدمات بيرتبط بالحكومات، وبالتالي إذا لم تكن هناك حكومات مستقرة فحيبقى في مشاكل في توصيل التيسيرات أو القروض وخلافه. وبالتالي أنا بأناشد للمرة الثانية بأن السودان له حكومة واحدة اللي هي الآن المجلس السيادي، رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح برهان، رئيس المجلس السيادي هو ده الحكومة الشرعية للسودان. وبالتالي وأتمنى من كل القوى السياسية في السودان أن تلتف حول هذا الرجل اللي أثبت خلال الأيام الماضية وطنيته الكاملة وحرصه على عدم تنفيذ مؤامرات تفتيت السودان. طيب دكتور شريف، هل ستزيد المؤسسات المالية الدولية زيادة تكلفة الإقراض والفوائد على القروض التي تمنحها لمصر باعتبارها الآن مجاورة لدولة تشهد الكثير من الصراع؟ مصر هي حالة الحمد لله يعني غير مرتبطة بأحد. احنا الان وانا اعلم ماذا يحدث في مصر الان بالنسبه لقضيه القروض، اولا القروض الخارجيه المصريه هي في الحدود الامانه لان قيمتها لا تتخطى حوالي 40% من الناتج المحلي الاجمالي، ولكن بكل اسف زي ما قلت لحضرتك قبل كده الدعايات الغربيه بتحاول ان هي تضلل بالنسبه للموقف المصري. مصر الآن بتسير بخطى حثيثة، هناك قرار اتخذ بعملية الانتهاء من الديون المصرية خلال فترة زمنية معينة لم تتخطى العشر سنوات، هناك مصادر دخل زيادة حصلت
عندنا الاكتشافات. طيب دكتور شريف، مصر تعاني من معدلات تضخم كبيرة خصوصا بعد مسألة تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، يعني بالتأكيد هذه الأزمة التي حدثت في السودان ستؤثر بشكل من الأشكال على معدلات التضخم هذه. التضخم زي ما قلنا حضرتك، أمريكا فيها تضخم، بريطانيا فيها تضخم، فرنسا فيها تضخم، السعودية فيها تضخم، كل الدول فيها تضخم. لكن هي المشكلة إيه؟ حجم وتنوع وطبيعة اقتصاد الدولة. الدولة المصرية دولة بمعنى كلمة دولة. الآن الاتجاه في الدولة المصرية هي زي ما نجحت بامتياز وكانت أحد دول قليلة في جائحة كورونا وخرجت منها بمعدل نمو إيجابي، أيضا الآن بنسير في خطى حثيثة لإنهاء التداعيات السلبية للعقوبات غير المسبوقة الغربية اللي طالت العالم كله عملت له مشاكل. فأنا بتصور أن مصر بتسير بشكل سليم، عمليات التضخم الموجودة وتعويم الجنيه كلها ما هي إلا أدوات اقتصادية، ومع زيادة النشاط الاقتصادي بعد ما نعدي هذه الأزمة بإذن الله هيبقى فيه. احنا الجنيه كان وصل في وقت من الأوقات لأرقام كبيرة أول ما تم التعويم الأول سنة 2016 وتراجع بنسبة 40% لغاية الشهور اللي فاتت، وبالتالي طالما النتائج اللي طالت الاقتصاد المصري كلها نتائج حدثت نتيجة لعوامل خارجية دولية عالمية، يبقى مجرد زوال هذه الأسباب الدنيا هتختلف تماما. شكرا لك. لضيوفي الكرام من القاهرة كان معي الدكتور شريف الخريبي باحث وخبير اقتصادي، وأيضا دكتور أيمن السيد عبد الوهاب رئيس تحرير مجلة أحوال مصرية ونائب مدير. شكرا لكم على كل تلك التعليقات والمعلومات، والشكر أيضا موصول لمشاهدينا. شكرا على طيب المتابعة.